يقول لك هذا فار. اي يا حق الاسد بعرينه وعظمته وهيلمانه وجبروته و... والفار هذا الحقير الصغير قال له انا راح اموتك بعد شهر. الاسد ضحك قال تموتني انا؟ قال لي نعم راح اموتك. قال طيب انت الحين ما تخاف اذا ما مت عقب الشهر؟ طبعا راح اقضبك وافرمك افصك، زعره واحده مني راح اضيعك. قال له ما راح يمديك لانك راح تموت. راح الفار والاسد تم يضحك عليه، يقول ايش فيك تضحك؟ وهو كان طبعا فكره يضحك على الفار اللي يقوله. اللي صار بعد الاسبوع الثاني الاسد بدا ينتبه، ها لا يكون الفار هذا مسكه، معقوله مفكر. مر الاسبوع الثالث لا بدا القلق، الاسد بدا يقلق بدا يخاف، هذا شنو بيسوي لي؟ شنو عنده؟ شلون بيموتني؟ هذا كل يوم انا اشوفه قاعد يمر علي طالعني بنظره، هذا هيك كانه متاكد بس شلون؟ هذا الخوف والقلق. الاسبوع الرابع ما قدر ياكل ولا ينام ولا يشرب. اكتئب. في اليوم الموعود اتى الفار وتفاجأ الحيوانات بان الاسد ميت جثة هامدة في عرينه. الاسد هو شخصيتك، هو شخصيتك اللي المفروض تكون قوية بإيمانها وقناعاتها ورضاها، هذه شخصيتك. أما الفار فهو قلقك وخوفك، قلقك من الحاضر، خوفك من المستقبل، شنو راح يصير، راح يصير عندي فلوس، راح أفقد فلوسي، راح يطلع لي بيت، راح أنجح، راح أفشل، راح أنفصل. يا أخي شحكه شحكه تخاف شحكه تقلق إلى أن تذبح نفسك مثل ما صار في الأسد. عيش حياتك وانطلق في حياتك، لا تهتم بتجيني مصيبة، خلي تجيني مصيبة يا أخي أتعلم من المصيبة واستفيد منها. بفشل يبقى النجاح عمره ما كان إلا بعد فشل. أصل النجاح الرفوف كل العباقرة بأن محاولات متكررة وعد